حاب نعرف شنو الغموض خاطر افق الخروج نتاعك من ليسبيرونس، شنو صار وقتها؟ ليه هو ما يلزمنيش فما تفاصيل. خليني نقول لك، اتصل بيا انه لو 7 فيفري تقريبا سي حمدي قال لي خالد معناها تحاول ما يجي يعاوننا في الترجي التونسي يدوروا فينا توا، معناها خذيت تقبلت معناها خذيت تحملت المسؤوليه، وكانت وقتها الناس كل كان عند العباد ذاكره بها، كانت الكل معناها مأيسه من الفريق معناها نتيجه واداء، فتحسنت الامور وهزينا البطوله وعملنا لي دو تور اللي هما كانوا دو تور صعاب، لي دو تور بريليمينير اللي لعبنا مع ليكيب نتاع موريتانيا اللي روتور، وبعد ليكيب نتاع قرماهيه سيتي تري دولورو سورتو لا كاليفيكاسيون باش ندخل الجروب من القرماهيه، وبعد ربعت خير بالخدمه وبالسيريو نتاع الاولاد، وبعد وصلت حتى لين رئيس الجمعيه قال لي يزفي البر. النتائج ما كانتش معناتها سيئه لهالدرجه، معناتها الترجي كان بطل الوقت، الترجي كيف كما قلت انت حط سيق تقريبا، مش حط سيق نقول عمل نتيجه عاديه، معناها ممكن تديرك حتى في الشامبيونز ليج نكون على اعقاب نتاع فينال اعطي فينال. شنو نحب نعرف مش واضح حقيقه بين اللي والوتور نتاع بين اللي والوتور نتاع ديومي فينال، مش لوجيك معناها الاقاله. ليش شو نقول لك؟ شوف وقت اللي رئيس الجمعية أخذ قرار فيش حتى كلام، معناها فيش باش نعمل. رئيس الجمعية قال لي معناها بعث لي قال لي خالد وفات مهمك، كيما قال لي جي خذ ترجل التونسي بارك الله فيه ومشكور إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. كيفاش تقبلتها وقتها؟ سيد لا انا حاضر وقتها سيتي بريفيزيبل، انا خاطر سيتي بريفيزيبل، انا هو انا عبرت على في مناسبتين على خروجي، معناها عبرت له ماذا بيا كانوا نخرج، كانوا في كانوا قبل معناها قبل حسيت معناها ما عبرت على في مرتين اللي بارك الله فيه ومشكور وماذا بيه يحفيني من الخدمة. مزيد ما جاوبتنيش. لا معناها حبيت نقول لك تلاقينا الاثنين، تلاقينا رئيس الجمعية وأنا في نقطة فاصلة اللي هو أنا طلبته هو معناها بلغ معناها هو معناها كان مستجيب للدعوة نتاعي. أنت طلبت أنك تخرج معناها؟ إي في مرتين. وفي مرة هذيك؟ أنا أنت طلبت كيف ولا ما بعد ماتش صفاقس وقتها؟ قبل ماتش صفاقس بجمعة طلبت باش قبل ماتش صفاقس بجمعة بالضبط. علاش؟ هذاك هو إذا كان كما تحكي أنت النتائج كانت باهية معناها مش كما نحكي إذا كان النتائج كانت باهية معناها في الدومي فينال تاب ممتازة جدا مش باهية ممتازة جدا جدا معناها ما فيش حتى كلام معناها خرجنا من البول وخرجنا معناها فما ناس كان خلينا نحير الذاكرة وقت اللي أنا خذيت الترجي ودخلنا الكوب دافريك حتى حد ما مصدق احنا باش ندخل الجروب أنا وقت اللي دخلنا الجروب ربحت الإتوال اللي روتور اللي هكا ولا لا وقت اللي قبل حتى ما احنا شو وصلنا الإتوال كاردو فينال النجم الرياضي الساحلي معناها وصلنا لذيك احنا قبل هذاك احنا في ليتور بريمينير الناس شاكه اللي احنا يمكن نتعداو ليتور بريمينير كي دخلنا الجروب ناس شاكه معناها لكن بالخدمه وبالالتفاف رئيس الجمعيه والهيئه المديره والاحباء واللاعبين قمنا معناها بنتائج اداء ونتيجه. اكد لهنا فما بوان دانتروغاسيون المدرب عمل هذا الكل كيفاش يطلب معناها انه يخرج من الجمعيه؟ ديما انا كي نمشي للجمعيه ونخرج منها اما يخرجوني ولا نخرج منها ولا باتفاق معناها مسيرتين معناها التفاصيل معناها لازم واحد علاش نقول لك يرد باله على لسانه واحد مش الكلام الكل يتقال. على كل حال نعتقد اللي سي حمدي قام بواجبه معايا وجماهير الترجي الرياضي التونسي مشكورين قاموا بواجبهم واكثر، ولاعبين الترجي الرياضي التونسي نرجع للاعبين خاطر نحب نصلح معناها معلومه، لاعبين الترجي الرياضي التونسي كلهم مشكورين الكل معناها مشكورين. انت جبت على الملاعبين صحفيين دقيقه برك نكمل لك هذه الكل معناها قمنا بواجبنا وقمنا بواجبنا زاد خلينا نعاود باش نعاود رئيس الجمعيه والاحباء واللاعبين والاطار الفني والاطار المساعد والاطار الطبي والناس كل معناها كنا معنا عشنا في 8 شهور كالاخوات وكانت امبيونس ما بيناتنا باهيه لكنك هو ساعدته في المهمه وفات المهمه وفات باهي. جبت على الملاعبين ممكن تتحفظ ما تحبش ما عادش تتحفظ ما تحبش تحكي على اسباب معليش كونسيرنو كوا شو معناها؟ خاطر ما تحب حسيتك ما حبيتش تقول لي شنو الاسباب الحقيقيه بصراحه. انا حكيت لك اللي عن امبيونس باهي، حكيت لك اللي فما نقطه باهي. هل تشوفوا انه من المعقول مدرب وسط دومي فينال تشامبيونز ليج بين اللي وذو تو معناها يطلب انه يخرج؟ انت
مع بخبرتك الطويله في الميادين، ما عمرها ما نصرفش عمرها ما صارت قبل هذه. خلي نقول لك اذا كان ممكن اذا الا اذا كان فما اشياء جانبيه ما تحبش تحكيها يعني انت. نحب نقول نذكر معناها فما خاطر سورتو النقطه هذه وقتها فما شخص ولا اثنين قالوا لي فما عندنا مشكل مع عندي مشكل مع الملاعبيه واللي كادر بالعكس معنا عندنا كوخين شفتوا خرج كلام مشاكل مع بن شريفيه مشاكل مع غنان شعيب اللي ديجا ما هزيتوش بالصفاقس وقتها شنو صار وقتها؟ دقيقه لا شو اسمه بن شريفيه عمل ديكلاراسيون في الاحد الرياضي قالوا معناها خالد بن يحيى وبن شريفيه معناها تعاركوا معناها مش حتى بالتلاسم قال تي ولدي قال لهم ديكلاراسيون وقت عمل ديكلاراسيون في الليل باش يقول لهم يا ولدي انا تي ولدي فما حتى مشكل. نحب نقول لك اللي نحب نقول معناها الجمهور الترجي التونسي اللي تقال كونسيرنو ريلاسيون بيني انا وبين الملاعبين راهو فيها حتى هذا نحب ناكد لهم وعشنا خوات ونجموا يعملوا حتى اونكيت اون انترن العلاقات نتاعي بين ستاف تكنيك معين والاولاد اللي معاه وشوشان ومجدي وستاف معناها نتاع البريباراسيون فيزيك وستاف ميديكال واحد عشنا كيما عائله صدقني عائله اون فامي ما صار حتى شيء بينك وبين معز في الفيستير شكون معز؟ بن شريفيه تي ولدي معز هاكو قدامكم باهي غيلان شعيب علاش ما كانش موجود في الوقت مع الكيب؟ غيلان في البريود هذيك قبل ما نشدنا هو كان غايب كان عنده مشكله في التوندون روتوليان تقريبا نتاعو ورجع غيلان قبل ماتش كلوب سوكسيان بعد ما لعب ماتش ليتوال واحد سيتي مي قلت له غيلان الترجي التونسي جايها تو دمي فينال وفينال وجايو والكوب دافريك اللي معناها بيانتو في نوفمبر وقت تعاود ندخل الكومبيتيسيون جاي راك فيزيكمون تو مونك انكور 30 مينوت معناها سو بون فيزيك وتهمت انا وياه والبريباراتور فيزيك باش نعاودوا ونخدموا فما اسباب الحق اللي انا نجهلها علاش غيلان خاطر انا ولدي غيلان انا انت طلعته الناس كلها علاقتي بيه كبيره برشا ما نعرفش انا الحيثيات الاخرين معناها علاش هو يغيب علاش هو غيلان يقول لي يجي روتار ما كانش عنده الحكايه هذه ما عرفش فما اسباب انا تفاصيل انا ما تعنينيش فهمت يعنيني هو يلزم يكون حاضر في التمارين يلزم يكون سيريوز يلزم يكون ديسيبليني فما شويه معناها لا بروف لا فولو سورتير من اسبيرونس في الاخر خرج من اسبيرونس هذيك الاسباب مش خالد بن يحيى فما حتى علاقه بخالد بن يحيى كان ما كان سيريو غيلان وقتها لا انا غيلان سي كلكان دو سيريو تريز انتيليجون معناها تريز انتيليجون كولتيفي وتريز انتيليجون غيلان معناها اللي حبيت نقولوا لي يمكن فما اسباب انا نجهلها في تفاصيل انا ما المهم مع خالد بن يحيى ما كانت عنده حتى مشكله نهار اللي تلقى مشكله مع خالد بن يحيى يعني بحذاك ونعاود نسال فيك انت اكد معي انا نقول لك هوك الاولاد انا قلت له ما عملوا حتى واحده اونكيت اون انترن وشوفوا تلقاوش معناها فماش ولا با دو بروبليم بالعكس عايشين كي الخوات سمي لي ملاعبي برك معناها عايشين كي الخوات مش لاعب خوهم الكبير ونضحكوا نلعبوا خاطر رديت بالي انا من المره الاولى وقت اللي شديت الترجي التونسي 2014-2015 عملوا ليسبيرونس تبدا اون ديفيكولتي ونخرجها وبعد ما خرجوني يقولوا خالد بن يحيى باش ما يقول ما فماش مشاكل كيس كيل فون انفونتي يقولوا لك عملوا هيلي قبل لنا كل مره ثانيه زدت رديت بالي شكون عمل هيلك؟ تي مش مشكله كل حاجه المهم باش لعبت تعرف المهم باش يقولوا باش ماد باش تدخل خالد بن يحيى تخرج من الترجي الرياضي التونسي ونتائجه باهي ونتائجه ممتاز مو يلزم نقولوا له حاجه يكون قاعد رايد يخرج هكاك مو يلزم نقولوا له حاجه اتهموني باطلا اللي انا معناها عندي مشاكل مع لعبي يوسف فبري هذه المره 2014-2015 باهي ديجا ما روحتش مع الملاعبيه في الكار وقتها علاش ما روحتش مع الملاعبيه؟ نفقص ساعات نحب نخلي الملاعبيه مرتاحين ما نطلعش معاهم في الكار انا كنت ملاعبي ساعات نقول لك نعطيك ماتش احكيو على ماتش صفاقس بركم ماتش النادي النجم الرياضي الساحل دومي فينال روتور الكار دو فينال روتور انا مش معاهم في الكار مشيت في الكار بروح في الكار ساعات كي انا كنت ملاعبي ونعرف الامبيونس مثلا نتاع الملاعبين هذا رايي معناها بون بعد كل حد وفلسفته وكل انترنور كيفاش يرى هذه التجربه نتاعي انا مثلا عمري ما نقعد مع الملاعبيه في الوقت يبداو يتعشاو نقول خاطر احنا في الملاعبيه دي ونحكيك حكايه ما تحكيوش اما انا ما يسالش معناها باش للراي العام احنا كنا الملاعبيه ساعات وانا ملاعبي ساعات الملاعب يشتي بربي كعبه كوك قدام كيش تعمل تعملش مشكل
ساعات نبداو نسرقوا في بريك نسرقوا معناها بربي تري فريسه وترف طن نعرفهم احنا انا ملاعبي كنت نعملها بري ومليت تبدا انت قاعد ولا ساعات يبداو يفدلكوا مع بعضهم ساعات ماني كي تبدا انت قاعد تقلق فيهم وانا عشت هكاك تربيت انا ملاعب في سبيروس لونترونير عمره ما يدور بينا ونخليهم معناها ليبر باش يبداو مرتاحين فما ماتشوات كيف كيف وقت اللي تبدا التونسيون طالعه واحد باش ما نزيدش عليهم انا تونسيون في البيس نخليهم يشوف البيس وحدهم ونخلط عليهم نمشي معاهم انا وراهم بالكهرباء ونمشي معاهم ما تشوفش اللي في الوقت هذاك بالذات وقت اللي زاد او اجج الكلمات حاول انه فما خلافات مع الملاعبيه مو باش يقولوا باش ميت هاني قلت لك اعمل انكيت اون انتر كي تلقى لي واحد عندي معاها معناها مشكله مع الاولاد سمي لي واحد برك خاطر تو العموميات سمي لي بالديتاي معناها سميوا لي معناها كي تبداو الناس تقول في كلام هكاك هاو ملاعبي اعطيني بالديتاي بالملاعبي الكل يلعبوا تيتولير وكلهم لعبتهم حتى اللي يحب يخرج لما يقول لي باش نخرج.